اللي ما عرفوش بزاف ديال الناس يجيو يعاودوا ليا هادشي اللي كنعيشو دابا، يقولوا لي واحد 10 سنين هادي ما كنتش غادي نتي، غادي نقول هادشي كامل كذوب امبوسيبل، لدرجه المهنه اللي كنتقن انايا مشات هاد الدراري، ناس باقي ما حساش بهادشي كامل. يعني انت شنو غادي دير في الفيوتشر؟ هادشي انا اللي محمقني، انا نبقى خدام شي حاجه ما حاملهاش حتى 65 سنه. الحقيقه المره جايز هي عما قريب، مدرسه اخا جامي غادي تدوليك في الاي، مدرسه جامي غادي تدوليك في الكريبتو، المدرسه جامي غادي تدوليك في الان اف تيز، المدرسه جامي غادي تدوليك في العلى الميتافيرس. عرفتي نهار غادي تدوليك في هادشي خويا سيمو؟ شنو بالك في التريدينغ؟ انا كاين واحد البروجي هو عنده كوين ديالو، لي بروجي ديال بزاف ديال الناس تيجي تقول لي اخويا سيمو انا بغيت نبدا وخايف. او جايز صافا بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. داز اللايف الشباب حصلت معايا رضوان كتب لي بغيت نبدا لي كوميرس، صبا غير طلع عارف اطار الضحك ديال معاك. قلت لكم ديك اخر مره كنت صراحه تعصبت مع جو بزاف ديال الميساجات الدراري صراحه كنشاركوا وباقي غادي نزيدو نشاركوا بزاف ديال الشباب. هكا دار شي حاجه صغيره وبدا بشي حاجه صغيره وغادي خدام. وملي كنبداو كنشاركوا القصص ديال الشباب دايرين شي حاجه صافا بخير، بداو داروا الاي كوميرس. كاين اللي بحال الاخ اللي جبنا هذيك النهار كان من الاوائل، كان من الاوائل اللي باعوا اللحم الديسير الخضراء، الخضراء الديسير لحم دجاج، هو براسو قال لي راه جبنا هذيك النهار. وهنا كيتموتيفاو بزاف ديال الشباب تيقول لك واخويا بغيت حتى انا نبدا، كيفاش نبدا؟ قلت له واه راه قلنا لك حنا 70 عام هذيك، كيفاش تبدا؟ كيفاش تبدا؟ راه شرحنا من ا تال زد داكشي اللي تحتاج، ما تحتاج لا دوره في الانترنيت. تيقول لك تنوريه تنعطيو الدوره، تيقول لك خويا ما كرهش تجي نجي عندكم وتشرحوا لي بالفلوس. بحال السيده اللي اتصلت بك اخي غيسان داك النهار تقول لها والله الا تنتصدموني نجي 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 عندكم وبالفلوس ما محتاجيش تخلصي، ما محتاجش انت تخلص، محتاج نتايا تمشي تحل simulife.com/ecom ecom. غتجلس تمايا كاين الفيديوهات من ا تال زد، كاين داكشي اللي تحتاج من ا تال زد باش تعلم الاي كوميرس. وديما الاشكاليه اللي كطرى الاخوان وقت ما جبنا شي واحد من الشباب اللي ناضين وكيشيفريو، ولا من البنات اللي ناضين وكيشيفريو، تيبداو شي جواد الميساجات ديال واو تبارك الله كيفاش نبدا؟ كيفاش تبدا؟ السطر ساهل simulife.com/ecom، غتلقى كلشي مشروح تمايا. هادشي اللي خوانا داير تذكير باش نبداو اللايف ديالنا. جايز غادي نديرو بوز، غادي ندير بوز لي كومونتير ويت نشوف كيفاش تورن اوف كومنتينغ. يو جايز اجينا دابا الشباب تنعيش في واحد العالم ولاو فيه بزاف ديال المتغيرات، العالم لدرجة غادي كيجري بواحد الطريقة رهيبة، واحد الطريقة اللي ميمكنش فهمتي. أنا يجيو عاودوا لي هادشي اللي تنعيشو دابا، اللي ما عرفوش بزاف ديال الناس يجيو عاودوا لي هادشي اللي كنعيشو دابا، يقولوا لي واحد 10 سنين هادي ما كنتش غادي نتي، غادي نقول هادشي كامل كذوب امبوسيبل، لدرجة المهنة اللي كنتقن أنايا مشات هاد الدراري. المهنه اللي كنت كنتقن وكنفتخر بها هي الكوبي رايتينغ، هي فن كتابه الاعلانات. انا اي ام ماركتر، هذه هي المهنه ديالي، انا ماركتر يعني كندير الماركتينغ، انترنت ماركتر يعني كندير الماركتينغ في الانترنت. واحد الحاجه اللي كتميزني بزاف، واحد المهنه اللي كتميزني بزاف هي الكوبي رايتينغ، لدرجه ان ديما كنتدخل في شحال من حاجه ونقول لهم جايز هذا اسلوب ديال الصحافه اجي نعاودو ليك. وهما الصحافه كاع اللي تيكون كاتبين داكشي تيقول تيقتنعوا تيقول لك صاط الاسلوب ديالك احسن من ديالنا بالجد وفرق كبير. ولكن كاين عندي حاجه واحده هي الاخطاء اللغويه هما تيصحوا، لان انا ماشي ضالع لغويا، وانما المهم فهمتي واحد تيكمل الاخر، هذا هو الجميل في الحياه. ولكن الاسلوب ديالي اي ام كوبي رايتر، كوبي رايتينغ هي فن كتابه الاعلانات، كوبي رايتر هو الشخص اللي كيكتب الاعلانات، كنكتب الاعلانات بواحد الطريقه رهيبه. ولكن الدراري الصدمه هي ان كنا كنتيستيو مؤخرا، ماشي مؤخرا شي 4 شهور هادي، كنا كنتيستيو واحد الروبو بالارتيفيشال انتيليجنس، غادي ندخل انا وياه في منافسه، هو غادي يكتب الاعلانات وانا غادي نكتب الاعلانات، وغادي نعطيه الموضوع وغادي نعطي الراس الموضوع. برو انا كنقرا من عند الروبو. نقول لك في الاول كنت تلقى بلي هو 80% ديال المرات الروبو حسن مني انايا، كيكتب بواحد الاسلوب
رهيب الدراري انا كنتصدم فهمتي لدرجه تنكتبوا في واحد الموضوع كنجي كنقول لها جيت كتب في الساحه ديالي تصور قلت ليه سي او دي نيتورك هي واحد الشركه ديالنا كتكلف لك تجيب لك لي برودوي من تشاينا كتكلف لك بالستوريج كتكلف لك بالشيبين كتكلف لك تجمع لك الفلوس كتكلف لك كذا قد لاندينغ بيج ديالي انا جين قد برو راه لا باج ديالي قد روبو بالارتيفيشال انتيليجنس هذاك الشيء بزاف تصور ان بديت كنقل منه تصور انا بديت كنقل من الروبو جايز مسالاتش هنايا الفيديو الاخراني الشانل ديالي في اليوتيوب الا تفرجتي فيه ديال اجي نعاود لك القصه في المغرب كيفاش بدات تسمع واحد الموسيقى في الباك جراوند الموسيقى اللي في الباك جراوند مقاد داروبو ما عمرها تلقاها في العالم هذيك الموسيقى اللي غادي تسمع ما عمرها كانت في تاريخ البشريه هذيك الموسيقى مقاد داروبو ما عمرها كانت هذيك الموسيقى اللي غادي تسمع في ذاك الموسيقى اللي كاينه في الباك جراوند ديال ذاك الفيديو ما عمرها دازت في تاريخ البشريه ما تسولنيش سميت الموسيقى لانها ما عمرها كانت وما عمرها باقي غادي تكون تكون مره واحده ولا كوباش واحد من تما هذيك قدها روبو روبو هو اللي كومبوزا دابا الروبو كتجي كتقول ليه هاني قلت لك كتب تيكتب حسن مني انا كتقول ليه بغيناك تكومبوزي لنا شي حاجه بغينا نستعملوها في واحد الفيديو سينيماتيك تيكومبوزي شي حاجه خياليه بغيناك تكومبوزي لنا شي حاجه بوب شي كومبوزي الناس باقي ما حساش بهذا الشيء كامل يعني انت شنو غادي دير في الفيوتشر هذا الشيء انا اللي محمقني يعني انا كوبي رايتر هو تيكتب حسن مني يعني كفاني نراقب ونقول هادي اجل صافي ما بقاش عندي كاع ما عندي ما ندير انا بالكتابه هذا الشيء ترجع عاوتاني للمدرسه مدرسه جايز شي حاجه مزيان شي حاجه مزيانه باش تعلم الاساسيات انا صراحه كنت مشيت للمدرسه ما نعرفش الحروف ما نعرفش الارقام ما نعرف نقرا ما نعرفش نقرا حتى الكتب اللي تعطوني دابا فهمتي الكتب اللي كنقرا دابا كلشي كنقرا دابا يعني الساس هو المدرسه الا كنت اخاي بغيتي تمشي في شي كارير ديال باغي تولي طبيب باغي تولي اي دونت نو طبيب شنو اخر كاين شي طرق اللي المهم ولا بغيت سيرتو طبيب طبيب الا طاحت لي دابا في الراس الا بغيتي تولي طبيب ولا بغيت خاصك تمشي ابتدائي اعدادي ثانوي وتمشي ليكول وتضرب تما واحد 7 سنين وغادي تخرج طبيب ولكن اخي كا باش تخرج اونتربرونور ولا شي حاجه اخرى ديفلوبر فهمتي تنحس بان هادشي اللي طاري حاليا كلشي اربع المدرسه كلشي اربع وسيرتو واحد القضيه بغيت الشباب هادشي هاد اللايف هذا جو سويسور كيسمعوه تلاميذ كيسمعوه اباء كيسمعوه ما هاد الجمله هادي اللي ما بقيتش باغا تسمع فهمتي اي هوب من وراء هاد اللايف هذا ومشحال هادي كنقول ما بغيتهاش باقا تسمع لان ما خاصهاش تسمع لان هاد الجمله اللي قالها لك شي واحد كنهضر الوالد ديالك اللي قالها لك قرا مزيان اولدي باش تخدم وسيرتو تخدم مع الدوله باش تضمن مستقبلك باش تضمن التقاعد ديالك برو ما بقاش التقاعد هادي هي الحقيقه اللي ماشي يقدروا يقولوها لك ولكن اجي يقولوها لك عما قارب صاحب الوالد انا يتقاعد على 45 سنه لانه كان كبير فلاش داز واحد الجينيراسيون الوالد ديالي تقاعد على 50 سنه صحاب الوالد ديالي اللي بعد منه تقاعدوا على 55 سنه اللي من وراهم تيتقاعدوا على 60 سنه اللي من وراهم حاليا كيتقاعدوا على 65 سنه عما قريبه تجي 65 سنه واش انت كتخيل راسك كتبقى خدام حتى ل 65 سنه هذا هو السؤال انا دابا 33 سنه اي فيل تايرد ايفن انا خدام لاني خدام داكشي اللي كنبغي كنوض يوميا فرحان لاني خدام شي حاجه اللي كنبغيها انا نبقى خدام شي حاجه ما حاملهاش حتى 65 سنه الحقيقه المره جايز هي عما قريب شوف كنت كنقولها من 2011 حتى واحد ما كانش يثق في الهضره ولكن عما قريب تقول لك ما بقاش التقاعد الصالح غتخدم حتى تموت هذه هي الحقيقه صناديق التقاعد الصالح ما غاديينش مزيان ما هادشي يمشيو مزيان واخا يعيو ما يبغيو يمشيو مزيان ما هادشي يمشيو مزيان الوالد ديالي انا الحمد لله الماندا ديالو مضمونه لانه داز شحال هادي حتى بس سيتياسيون راه باقا مزيان في كاع صناديق التقاعد صافا ولكن في الفيوتشر ليا انا وليك انت نو برو ما تلقى والو اللهم نقول لك انا وتوجد راسك ولا تبقى تما كتسنى برو ما هادشي يكون والو ما كاين والو ما كاين والو الوالد ديالي انا خرجت على 50 عام لان كان باقا الغله دابا الناس كتخرج على 65 عام يعني سيمي ما تقولش لولدك سير قرا وقرا مزيان خاصك تجيب النقطه الاولى وخصك كادا باش تخدم وتلقى خدمه مع الدوله برو ما بقاش خدمه مع الدوله وحتى لا كانت ما ننصحكش بها شوف
سير عند كاع الناس اللي خدام مع الدوله سولهم الدراري. تنقول لكم ساجي نكونوا صريحين في اللايفات، 99 ما فرحانينش، 99% ما فرحانينش. The guys they are not happy. ماشي نبقى نسمي بالقطاع بكاع القطاعات. The guys they are not happy. سيرتو كتدخل تمايا صافي بحال اللي قلتي، ماشي بحال اللي كنتي معاوتاني حتى القطاع الخاص، باش نجم باش نزين لك القطاع الخاص، وانما اتستيل تتولي في الحرب والقتال وخاصك ديفلوبي راسك. تما صافي النهايه. نفترضوا حنا السيناريو الزوين هو دخلتي انت لهذا الفيلم هذا ودخلتي كتسنى النهايه هي 65 عام اللي ما كايناش، وغادي تشد التقاعد وتمشي ترتاح. صافي شنو تقدر دير في 65 عام في نظرك؟ احسن حاجه ممكن دير في 65 عام برو هي تمشي عاد ما بغيتش نكون سلبي. المهم تخيل معايا انت في 65 عام، تخيل معايا بنادم في الخمسينات، فهمتي داك الشد كاين فيك دابا الثلاثينات الاربعينات الخمسينات، بنادم تيبداو سلاو داوني الستينات السطر باغي يطيح تسمع العظام كصاحبي. واش انت تشد التقاعد باش تسافر وعاد تبدا الحياه، ولا تشد التقاعد باش يعني اصلا انت باغي تموت موته مستوره؟ يعني انت واقف عمرك 16 عام كتحلم انك تدخل تخدم، ومن ورا ما تخدم تسنى 65 عام باش تموت موته مستوره. صاد هادي ماشي هي الحياه. يعني ندير لك الخلاصه هي which all the guys ينسى القضيه ديال خصني نقرا مزيان باش نخدم مع الدوله باش نشد التقاعد وباش تكون الخلاصه ديالي مضمونه. نوبر اجي نشوف شنو وقات كتبتهم باش نكملوا هاد الدراري هاد اللايف هذا. غنمشي واحد القضيه تاعي مزيانه جايز. شنو باغي تخدم من ورا ما تخرج؟ عاد نتو انت كتفرج فيا باقي في عمرك 12 عام 18 عام 25 عام و دونت نو واش هاد المهنه تبقى في المستقبل ولا لا. ما عاد قلتي لا ديفلوبر هادو ممكن تبقى في المستقبل. يقدر الاي يتعاون ولكن ما يمكنش دير الخدمه كامله. يعني حتى كنتي كتقرا دابا واش هاد المهنه هادي كاينه في المستقبل؟ هذا هو السؤال. كلشي جايز راه مقاتل انت ندوار كلشي ديال تبدل. راه العالم فاش غادي نعيشو من 10 سنين ماشي هو دابا. وشوف دابا غير هاد العالم واش كان شي عالم غادي يتجمع 9000 واحد تبقى من قبل 10 سنين. قبل 10 سنين كان ممكن، واش حتى الانترنت كانت اللي كتسمح بهذا الشيء؟ ما كانتش. يعني شوف ما تبقاش تحكر، علما ان المغرب حنا ستيل كنعيشو فواحد الوسط بطيء، كنعيشو فهمتي هاكاك الدوله كامله فاش عايشين ثقيله اللي ما كتخسلكش تحس اشنو طاري على برا، وبلي الناس راه كيزربوا وكيتقاتلوا، ولا تعطل راه يهرب عليه التران. انا اليوم الدراري شعلت واحد الاذاعه بلا ما نسميها غير باش نفهم شنو طاري هنايا. سنين هادي ما شعلتش كاع التلفازه نشوف غير شنو طاري. اللي كنت باقي نفس سميتو، يعني ملي كتعطي البنادم نفس الكونتنت نفس سميتو كيحس ان العالم ما كيتغيرش، وبالعكس ما نقدر نقول والو فهمتي. بالعكس عاد تقتل بنادم. لقيت نفس الاشهارات صدق رداق صدق رداق، اشهار ديال شركه الاتصال صدق رداق صدق رداق، اشهار ديال شوف 80% بلاص ديال الاشهارات باقيين صدق رداق، باقيين داكشي اللي كنت كنسمعو وانا صغير في عمري 8 سنين 9 سنين 10 سنين هو اللي كنت كنشوف. اليوم حسيت ان التلفازه ما تبدلاتش، نفس الكاميرا خفيه نفس ستوبيديتي كتجي من بعد نفس ما عرفتش برو. هادشي غادي يخليك تحس بان العالم ما كيتبدلش، غيخليك تحس بلي انت تاخذ التقاعد في 50 سنه ان شاء الله ولا 45 ما تاخذوش اصلا. العالم تيتبدل بواحد الطريقه رهيبه، حنا معطلين للاسف ما كتحسش بهادشي ولكن عما قريبا تحس به بزاف. وديجا بدينا كنحسو مع الكوفيد شفتي شي حوايج اللي ما عمرك شفتيها وباقي غادي تشوف شي حوايج اللي شوف ما تنحاولش نتسيل بالك لان هادشي كامل في صالحك. شوف هادشي كامل اللي كنعيشو اليوم زوين، لان كل ما طرا هادشي غتلقى شي ناس كانوا صحاب الشركات الكبار ما عمرهم غادي يحيدوا، وما عمر الفلوس تنزل لتحت، وما عمر العالم وجيت تلقى ديك تراكس داتا اللي كانت كتقاد السي دي غتلقى باقا دابا حاكمه وكتقول لك السي دي هو باش تبقاو خدامين، وما عمر السي دي يحيد. وبالتالي الوقت ملي كديفلوبا
مول السيد كيمشي فحالو كيبان اليو اس بي تيجي فحالو تيبان البنتيوم ان تيبان المهم تيمشي فحالو والوقت كديفلوبا وكتحيد الفلوس من عند وحدين وكدوز لوحدين والعالم تيتبدل والفلوس كتحرك وشركات كبار كانت صحاب راسها حاكمه مشات شي حاجه زوينه ما تبقاش تاخذ الكلام ديالي بسلبي وتقول لنا راه صاحبي اش جبني انا في هذا الزمان هذا وي كاين بزاف المتغيرات انت خاصك جاست تو بيريدي وتبقى تقرا وتبقى ديما ويد الوقت وتبقى ديما رد البال وبالعكس هاد المتغيرات كامله في صالحك نقول لك المتغيرات كامله ما في صالحش ما في صالحش بزاف ديال الشركات كبار ما في صالحش لان فهمتي دابا بحال قلتي الديمقراطيه ديال الفلوس ما عمر كان ما الفلوس اصلا ما كانوش ساهل الفلوس كانوا ديال النخبه انت كنت غتخدم عند النخبه وفهمتي وغادي تكون ديما عبد ديالهم ذاتس ات وتبقى مريح وتخدم عندهم وبا كيخدم عندهم وتيربيك انت باش تخدم عندهم is the first time ما كاينش معلم هذا الشيء صافي يعني هذا الشيء ولا دابا انت مريح خدام مع واحد الشركه في امريكان كيدخلوك الفلوس الشهريه عايش في المغرب مزيان that's great هذا الشيء شي حاجه واعره الحمد لله اخي اليوم العشرات الالاف ديال الشباب خدامين في الانترنت كيجيبوا الفلوس من على برا عايشين هنايا هذا بالعكس هذه شي حاجه اللي انا كتعجبني لدرجه تنقول زعما what's great هو مزيان هادشي الفلوس كتدخل البلاد وكذا وان داي يقول لي شكون نتوما ولا حنا ساكنين هنايا ولكن خدامين ليا ولكن كنباجو عندكم هنايا شي حاجه اللي زوينه وهادشي ما كانش تجي يكون هادشي كامل بفضل الانترنت يعني ملي كنكون كندوي علاش الدراري عاود تقدر ترجع هادي كامله باش تاخذ الهضره ديالي بواحد الطريقه ايجابيه ما تاخذش الهضره ديالي بواحد الطريقه سلبيه ديال برو maybe is the end وانا ليش جيت كاع في هذا الزمان وكون جيت في الزمان ديال الوالد اللي خدا التقاعد على 50 عام نو بالعكس هذا الزمان هذا احسن هذا الزمان كاين بزاف ديال opportunities مدرسه اخا جامي غادي تدوي لك في الاي بعض لي زيكور بيان سور مدرسه جامي غادي تدوي لك في الكريبتو وانا ما كنتش نبغي نتقتا هذه الكلمه هذه ما تبغيش جايز هذه الكلمه هذه ما كنتش نبغي نستعملها كاع دويت فيها المهم ما كنتش كندوي فيها تا والي بنك المغرب الجوهري شي اسبوع هذا قال بلي حنا ما عندنا في المغرب حتى شي مشكل مع الكريبتو وحاليا كنحطوا القوانين وكنشوفوا باش عما قريب نحطوا القوانين ديال هذا الشيء is something great قال لكم عمر كان عندنا المشكل مع الكريبتو انه هذا ممكن ندوي المدرسه جامي غادي تدوي لك في الان اف تيز المدرسه جامي غادي تدوي لك في الميتافيرس عرفتي نهار غادي تدوي لك في هذا الشيء غتلقى هذا الشيء ساله ومشات ساعته ولا باقي ومعطل وبانت شي حاجه اخرى جديده وديك السعاده دي فهمتي بحال قلتي المقرر معطل بزاف المقرر ما كداش للابديت عرفتي كي عرفتي متى كانت المدرسه شي حاجه واعره لان شحال هادي الوالد ديالي تجي مع المدرسه الوالدين ديالنا اون جينيرال لان كان داك المعلم هو اللي عنده المعلومه وخاصو يجي يعطيها لدوك التلاميذ ودوك التلاميذ كيتسناو داك المعلم وقتاش شي يجي يدوز لهم ديك المعلومه كانت ديك الساعه المدرسه فهمتي هي المصدر ديال المعلومه حاليا نتايا عندك لاكسي لكاع المعلومه اي معلومه بغيتي وفي اي مجال بغيتي انا مؤخرا مريح في واحد الاسبوع ديال الدري صاحبنا واحد الفقيه كيدوي وقال للرسول الاولي العزم ويسولوا واحد قال لي خويا شكون هما الله يخليك هاد الخمسه ديال الرسول اولي العزم اللي قلتي قال لي اربعه وبقاو واحدين في الخامس انا شنو درت جبت تليفوني بالزربه وبنت تمايا في ديك الجلسه راني انا هو اللي فاهم اشنو درت والو جبت التليفون درت الرق كتبت في جوجل هكا الرسول اولي العزم طق قلت لي خاصو نوح ونقول ليه نوح الشريف اي الله يرضي عليك الشريف نوح صات عندك لاكسي ديال اي معلومه اي سؤال طرح سؤال هادشي ديال الرق عندك الجواب شحال هادي صات باك كان خاصو يمشي للمدرسه حتى انت خاصك تمشي للمدرسه ماشي تنقول لي ماشي اكزيتي للمدرسه لان اللي اكزيتي شنو غادي دير ما عندكش ما دير خاصك يوني ذا بلان فهمتي سي ميو باك يوجهك سي ميو ما المهم دونت ما تفكرش اكزيتي للمدرسه على الاقل شد طلبك واخا هاد العباره هادي ديال على الاقل شد طلبك ولا انا كنفورسيو يعني الوالد ديالك كان خاصو يمشي للمدرسه ما عندوش سورس تاع المعلومه دابا قلت لك انا حاضر في جلسه
بنت انايا هو اكثرهم دينا واللي حافظ وفاهم غير بتقليبات في جوجل. كنت ندير الرق تنقرا بالزربات ماشي جوجل ما تندخلش السيت جوجل كيعطيني الجواب. ها انت كتبها كتب الرسل اولي العزم غادي يطلع لك جوجل. ما بقيتيش دابا كتحتاج تدخل شي سيت الرق هالمعلومه ما يعني المعلومه ولات موجوده ما عندك ما دير بالمعلومه. دابا حنا في واحد الزمن اللي المعلومه موجوده لدرجه ما عندك ما دير بها. الا احتاجيتيها عندك لاكسي لها. هذا الزمن ديال السكيلز المهارات خاصك تكتسب شي مهاره وخاصك ترد البال ديك المهاره اللي كتكتسب ان الروبوت ما يمكنش يشونجوك. وحتى الا شونجاوك خاصك تبقى تاسيست يعني غادي يحطوك في واحد البوست ديال الروبوت خدامين بليز انت يرد معاهم البال الله يتوب عليك. وكما قلت لكم اخي راه المهنه اللي كنت كنقول جامي غادي يشونجا الروبو انا براسي تيستيت تصدمت هي الكوبي رايتينغ في كتابه الاعلانات. برو الروبو كيكتب اعلانات في النبان انايا الاسلوب ديالي قدامه ما تيسواش فهمتي الروبو يعني نشوف الاي. والميزه ديال الاي الدراري هي ماشي بحال انا ملي كنتعلم وتنبغي ندوز العلم لصاحبي خصني مود خصني جلاس ونقري وداكشي. هما راه كاملين الروبوات كاملين ملي كيطرا مشكل لواحد راه مكونيكتي مع الاخرين ممكن يقول لهم عندك هذه ملي دزتي منا كيطرا مشكل كاملين مابقاوش يدوزوا منا. يعني الا طرا لواحد مشكل يعني بحال اش كتخايل بحال الطيارات ملي جاو لي سوقهم من الفلفيت والروبوات الا شي طياره طرا فيها شي مشكل اجي تصحح عند البقيه ديال الروبوات كاملين اللي صايقين الطياره ان كلشي مكونيكتي لنفس البلاصه كلشي عنده نفس العلم. عكسنا حنايا خصني نجلس معاك وندوز لك العلم وتقول لي ما فهمناش وحاج دوينا على المدرسه دوينا على ان كانت فهمتي العاد تاع الوالد ديالك الوالد ديالك هاف نو تشوز. دابا كاين الانترنت لاكسي المعلومه كيف ما بغيتي. كوفيد الدراري حتى هو كان واحد الحاجه مهمه في التغيير. شوف كان بزاف ديال التغيير حاصل والناس ما كانش مستعده تشونجا وما غادي دير والو الا ما كنتيش مستعد تشونج. الكوفيد الدراري طرا ديك النهار جبنا الدري اللي قال لك راه بعت الخضراء بعت الديسير بعت الفواكه الديسير بعت اللحم بعت الدجاج في الانترنت وقيت كوفيد. واش هادشي كان في نظرك تيبان لك ممكن؟ نو برو ما كانش هادشي ممكن. هادشي شي حاجه اللي ومن وسالا كوفيد والناس بقى عندها نفس الكومبورتمون بقات كتشري من الانترنت. المدارس تسدات جامي. الا قلتي لباك شحال هادي بغيت نريح نقرا من الدار يقول لك شري في سر المدرسه الله يهديك. ديك الوقيته كنت عاجل باك تفهم بان يعني راه كاين بزاف ديال التغيرات كيحدو. ما هنا 10 سنين اخا انا كنشوف باللي يقدر المغرب يكون معطل بات از ا ماست جاي داك النهار. اش كنقول ماكسيموم فهمتي بزاف ديال الدول من 10 سنين المغرب قال لك 5G حتى 2023. انا كنت في دول اللي انستالوا 5G سالا كنت في الحفلات ديال 5G ديال واحد الشركه في تايلاند بمناسبه انهم انستالوا 5G وكانوا كيعطيونا تيستيو وكانت الحفله ديالهم في 5 جونفي 2020 في تايلاند انستالينا 5G سالينا. بالمناسبه تايلاند كانت وحده من الدول اللي اعترفت بالكريبتو كيبانوا الكريبتو كورنسيز. ودابا حطوا القانون 2023 عدد يبدا تخلص الضرائب 15%. المهم تحط القانون تقدوا المسائل كلش اخي تنشوف من هنا 10 سنين تلقى راسك يو دونت نيد تمشي تقرا في المدرسه هنايا في المغرب. ممكن تدي تلبسير اش نسموها كاسك اتلبس سميتو وجيت تقرا في سان فرانسيسكو. غادي يقريك واحد خونا ما يحتاجش يكون في سان فرانسيسكو يعني على عقلش العالم غادي يتقلب. يقدر داك خونا اللي كيقريك يكون في تشاين يقدر داك خونا يكون في شي جزيره مريح حتى هويا بخير وكيجي شي وقيته حتى هويا وكتكونيكطاو كاملين وكتقراو. وبالعكس ماشي شي حاجه اللي مزيانه يعني غادي تولي تقرا اخر ما كاين وما تتسناش ديك الميزاجور ديال وا ترى عليك راه معطله واش كاينه شي ايكول كدا واش نو هتلقى اشي كنقول لك ماكسيموم واحد 10 سنين. انا اخي تنشوف ولادي ملي يجي كبروا غادي يكون تكون المدرسه زوينه بالعكس يقدروا يقراو من الدار يقدر يمشي الا بغا ولكن غادي يكون كيلبس و تيكونيكطا تيقرا مع صاحبو الماليزي اللي سميتو محمد ابو عثمان مع صاحبو اللي سميتو
شي فرنسا شنو نسمي شنو تسمي. المهم هادو هما صحابو اللي ولاو عشرانو في الفيرتشوال رياليتي اللي هو تيعيش فيها وتيصحابو راه هادوك هو صحابو. المهم هادوك هما صحابو ماشي تيصحابو لان فريمون هادوك الناس كاينين هكا اخي مستعد تقدر يبان لك هادشي دابا جاست دريم جاست احلام جاست ولكن اخي هادشي هو اللي جاي وانت يو نيد تو بي ريدي انك تشونجا مع هادشي خاصك تكون واجد. هذا هو الفيوتشر هذا هو هادشي هو اللي جاي. من 10 سنين اخاي كنشوف هادشي تندو على الميتافيرس ولكن من 10 سنين تنشوف النهايه ديال الديبلوم. حنا اخاي دابا كنعيشوا هادشي اخاي غير ثاني تيجي عندنا شي واحد اللي كان كتقول له شنو هو الديبلوم ديالك شي تقول لي الله يحفظك جيب لي الديبلوم ديالك نفيريفي ونشوف لا واش وشوف واش اسئله طرحنا على دي ملتي ناسيونال في المغرب وبرا المغرب طرحنا عليهم هذا السؤال هذا بليز واش بليز كيجي شي واحد تيقول لكم الديبلوم كنقول لك كنتو على الديبلومات واخا كنتو عليهم كيفاش كنتو عليهم غير هكا باش نقيموا داك خونا كتقولوا لي جيبهم لا ما عمر شفناهم كتقولوا لي تقول لك شي جو برو انت عيقتي عليا بالاسئله شوف حنا اللي كيهمنا هو يحل لنا المشاكل باش تحل المشاكل خصك المهارات دونك اتس اباوت يور سكيلز اتس نوت اباوت يور ديبلوم ديالك ماشي على الديبلوم جايز دابا هادشي تن بريباريك الواتس كامين وانت غادي ندوي عليك انت غادي ندوي عليك من بعد خليك نتايا انت دابا خليك جلس معايا انا غادي ندوي عليك من بعد يعني هادشي اللي جاي كاين بزاف ديال لي شونجمون دابا تنقول لك دابا ما تيسولوش على الديبلوم واش كتخيل من 10 سنين تيقول لك انا ديبلوم عندك برو ولكن انت كتسنى هاد السؤال هذا راك غلط دابا مابقاوش تيسولوا على الديبلوم دابا تيقول لك واش تشوف السكيلز اللي عندك المهارات اللي عندك واش تقدر تحل لنا المشاكل صافي سالين نقول لك وان اوف ذا جريتست جايز اللي عندنا هنايا في يوكان خارج من ليستي ولكن ماشي ليستي اللي غادي تخيل انت تقول ليستي ديفلوبمون في ليستي دونك نو برو هذا سد عليه مود في الدار لوطو فورماسيون جالس كيقرا وتي ديفلوبي وكي فريلانسي ودابا عندنا السي تي او والسي زوير وابخي نوين هو الفيوتشر سي تي او ديال الشركه يعني المدير التقني ديال الشركه. هاد الصات هذا ماشي بليستي هاد الصات هذا ليستي راك عارفين الدراري شوف حنا مشينا باش نجاملوا بعضياتنا ونجلسوا نمدحوا بعضياتنا ليستي كتعطيك بروفيل ما بغيتش نقول صفر وانا من المهم كان جوج على 10 فهمتي داكشي قديم خاص ما يمكنش اخي شي واحد تقول لي بهادشي ديال الديفلوبمون اللي قرا في ليستي ودوز لسوق الشغل مستحيل خاصو بزاف د الحوايج. هاد الصفه هذا سد عليه وجلس كيقرا وكيديفلوبي وكيقرا اخر ما كاين وعليه ولا هو هذا البروفيل هذا وان دي تا هو اخي نستقبلوه ونديرو معاه شي انترفيو ويعاود لنا على السنين اللي سد عليه وجلس كي فريلانسي وجلس كي ديفلوبي باش يولي هو هذا البروفيل هذا راه ماشي بالديبلوم. وحنا ما عمر قلنا له يا خويا ديبلوم عندك حنا كنا كنقلبوا على شي بروفيل اللي يقدر يحل هاد المشاكل بان خونا حتى من بعد هاد هو جات منو قال لك الدراري فراسكم انا راني خارج من لي ستيه ريحت شنو درت 3 سنين ديال لوطو فورماسيون سد عليا في الدار لي ستيه عامين بلس 3 سنين اخا هذيك راه انجينيور هادي هي الريل انجينير هذا هو الانجينير ديال بصح ما دونت تيك ات تقول دونك هذاك اللي انجينيور ماشي انجينيور برو ما يعني حنا رجعنا عاوتاني بدينا عاوتاني نرتندو عاوتاني بنفس الهضره القديمه انا وليت عاوتاني تنقول لك الديبلوم كدا انجينير ماشي انجينير واش قادر تحل المشكله ولا ما قادرش تحلها هادشي هو الاخر. بزاف ديال الحوايج الدراري تبدلوا عندك هير شي حاجه اللي ما كنتش انا في البدايه ديالها كنت من تنقول لها لا هادشي الربجه منها الكريبتو كورنسي منهم الكريبتو الدراري كان في 2010 11 كنت كنسمع هادشي هذا تنقول لا 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 ما يمكنش 2014 كنقول لهم نو على قداش برو الكونسيبت باش تقد في الاول واحد السيد سميتو ساتوشي ناكاموتو مريح كان كيبيبلي هيفو راق بيضين ها كيفاش اجي قد المساله هكذا ابري ديفلوبا ابري كدا علاش بدات كاع هادشي لان خاصهم شي عمله ديسونتراليزي ما كيتحكمش فيها شي واحد ما كتحكمش فيها شي جهه ما كتحكمش فيها الدوله ما كتحكم فيها حتى شي غوفرنمنت تنقول واي هادي عرفتي يو نو برو هادي راه حرب
انا هكا اشوف بالنسبه ليا الغافرنمنت الى يومنا هذا، وانا عارف باقي واحد الزمان غادي كونترولي هذا الشيء كامل، وما فهمتي كانوا طالقينه وكذا وتيحاربوه، وخلي نشوفوا الفيلم كي يجي يكمل. ولكن هادشي صدق سيريوس، ودونك من بعد غادي يشدوا هذا ساهل. شوف هادشي بالك انا ما يمكنش يتحكموا فيه، من بعد هادشي كامل غادي يديروا ليه بحال هكا، غادي يسرطوا، غادي تولي انت عندهم. دابا هادشي ملعوب برا، ولكن ابخي راه داكشي كامل عنده. المهم القضيه وما فيها هي، ما كنتش انا فهمتي تنقول واعي. دابا ابخي غادي يقدوا هاد الناس هادو العمله ديالهم، ابخي غادي ينزل بها انا نشري بها في الشارع، ابخي غادي ينزل نصرفها. نو برو، ما عمرها غادي يكون هاد الزمان، ما عمرهم ما غادي اكسبتو، وما عمرهم اكو. بالنسبه ليا اكو كانت كتبان الامور، ولكن اخي العالم تبت العكس، العالم فريمون تبت العكس. شريت الكريبتو في 2016، يعني نقول لك وامتى شريت حتى ولا تصور. حنا من الناس اللي التحقوا بالبيتكوين ملي ولا البيتكوين ب 10000 دولار، تخيل معايا هاد الحماقه هذا. يعني عاد قلتي لا 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 برو، ات ستارت تو جيت سيريس. وحاجه اخرى اخي اللي مؤخرا، واخا تمنيت نبارطاجيها معاكم، ولكن ات ستيل انا مغربي و اي دونت نو، كنت ديما عندي الفكره على الدولار ات اغينست ذا كريبتو، حتى طلع مدير بنك المغرب، ماشي والي بنك المغرب سي الجواري الاسبوع اللي فات، قال لك لا احنا ما عندنا حتى شي مشكل مع الكريبتو، ما عندنا حتى شي حاجه مع الكريبتو، وبالعكس تنحطوا القوانين وعما قارب كذا كذا كذا. اتس اوكي، واي ما نشرتش شي فيديوهات ملي كنت تما في تركيا. المهم جايز، كنت مشيت لتركيا شي سمع اخي العالم كي كيتشونج، كنت مشيت لتركيا شي 4 شهور، هادي شي 4 شهور 5 شهور، ما كان والو، كانت الحياه عاديه، كل شيء بخير، الدنيا عاديه. مشيت شي شهرين، هادي في كل دوره كنلقى كريبتو شوب، كريبتو تا 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 شوب. دابا ممكن تشري البيتكوين وتشري الايثيريوم، ممكن تبيع، ممكن تخلص، ممكن كذا. قلت انا هي برو هادشي في شكل زعما هادو راه محلش في تخبيه، هذا ما ديرش ديك الحله ديال البزناس ولا ديال القراب عندنا في المغرب، تضر حل في سونترفيل. عجيب هاد اللقطه هادي، واش الدوله ما جابتش الخبر؟ وانا نقول ما عندي ما نخسر، اجي نمشي نشوف واش ممكن نسحب 200 دولار، يعطي عليا 200 دولار. قلت ليتس تراي، ونقول فريمون صاحبي هاد الشرف شكل. مشيت قلت له الله يخليك بغيت 200 دولار، قال لي بالليره، قلت له لا بغيتها بالدولار، بغيتها 200 دولار ما بغيتش الليره. قال لي انت سكاني هاد الواليت هادي وصيفط فيها قد اشنو عندك. اوكي انا صيفط لك، صيفط ليه تكونفيرمات عندي الترانزاكشن، صافي هو يمد لي 200 دولار. ما خديت ال 200 دولار معلم، وانا نقول فاك عالم جديد الصاد. هادشي ما كانش 4 شهور 5 شهور، هادي دابا وليت تلقى محل في كل دوره. قلت نصور هذيك الساعه، قلت نو ممكن دير بزاف ديال المشاكل، ممكن دير بزاف ديال الحاجات. قلت ديك الساعه بلاش، حتى شفت التصريح ديال والي بنك المغرب السيمانه اللي فات، عاد قلت تصوكي. فهمتي جايز، ممكن تيري زعما هي في تايلاند اتس بوسيبل. جربت قبل واحد الاي تي ام في دبي، شفت الاي تي ام ولكن ما عمري تيستيتها، ولكن ما عمري تخيلت محل فهمتي، محل حال بحال قلت شي محل ديال الترانسفير بلا ما نسمو الشركه ترانسفير دارجون عندنا هنايا، بحال هكاك حال، وانت غادي تمشي غادي تيري فلوس. برو ما عمري كنت متخيل هادي، راه جامي، راه ما عمر، راه علاه تنقول لك شوف تيطراو بزاف ديال التغييرات في العالم. انت غادي تكونفيرتي الكريبتو مقابل الفلوس، واه كنديروها اونلاين، كنديروها بير تو بير، بلا ما تسولني هذاك الصداع ما بيناش البير تو بير. واحد يشري لا ما حمزه ندوش علاش، حنا كندوي على جيت تمشي عند شي محل وغادي يعطيك رزقك. برو ها هي انا عشتها، وكيخذي ديك ال 200 دولار بحال بديت نقول الصاد الفيوتشر غادي تكون واحد الربجه ديال بصح، والعالم راه باقي ما وجدش لهاد الشي ناس. حنا تندوي باش يكون، انا تندوي صراحه، والجميل ان كندوي بالدارجه، هو هاد الشيء اللي تنقول هاد الشيء هذا اللي جاي، نكونوا مغاربه نكونوا من الاوائل اصاحبي، لحقاش حنا وي ميس لوت اوف اوبورتونيتيز. مني انايا ضيعت بزاف الاوبورتونيتيز، غادي ندوي في الايام الجايه في لايف الجاي، ضيعت بزاف تاع الاوبورتونيتيز.
كنت جات لقاني دابا بليونير بات اي ام ستيل ا فوكين مليونير فهمتي انت بالنسبه لك تبقى مليونير برو ورضيات بزاف الفرص انا كنبارطاجي هادشي باش الشيء اللي جاي ما يضيعش الفرص اللي ضيعت يفكر بيك انا ما لقيتش اللي يوجهني يعني ما لقيتش اللي يقول لي هادشي انا بزاف ديال الحوايج تنقولهم لكم الدراري راه هاف نو برايس راه ما لقيناش اللي يدوي معانا يقول لينا الدراري شنو طارف العام كنا انا عايش في طواري زيكي لدرجه ان كنت ممتيقش ان الناس كتشري في الانترنت كانوا سي جي دوت كوم كنت خدام معاهم في 2008 تسعود تيقولوا لي انت معلم كتقدر تجيب الناس الداونلودي حسن جيبهم شريو راه الا جبتي غير واحد من 10000 شراه تربح اكثر تنقول بغاو يقول بو اكو ما باش نقول بغيت نخلي الكلمه بغاو يقول بوني المراكنه لا راه انا عايق بهم راه يبغاو يضيعوني لا حتى واحد ما كيشري في الانترنت علاش تنقول حتى واحد ما كيشري في الانترنت لان انا مزيود في دواري زيكاسات نو وان تيشري من الانترنت كيصحابني العالم كامل حتى واحد ما كيشري من الانترنت عليها الوسط ديالك دابا يقدر تكون كتصور تتفرج فيا من اي دونت نو بوفكران بوالعجول اي بلاصه في المغرب افران خنيفرة طنجة الناظور بودينار كرونا اي دونت نو شي بلاصه في المغرب وتشوف الوسط تقول لا لا واش زعما حنا تيبان لك ان التلميذ غادي يقرا من هنا 10 سنين غادي يقرا غادي يحتاج يلبس غير ديال الفي ار وغادي يقرا من فوركيت النيم وغادي يقرا اونلاين لا صات ايفريثينغ از بوسيبل عرفتي انا بديك $200 دولار ما خديتها بزاف ديال الحوايج باش كنشوف بلي العالم اخي في شكل دوينا على النهايه ديال حاجه اخرى الدراري اللي زادت الثقه في الكريبتو واخا في الاخر هادشي كامل اجي يتهموا الحكومات في الاخر انت ما تعرفش حاجه اخرى اللي زادت الثقه في الكريبتو هو انت كتشوف دابا واحد الانفلاسيون خطيره كتشوف في الماضي داكشي ديال اليونان كانت رابط نط مع الصباح قطعت المواطنين كاملين من اللي كونت ديالهم علاش تقطعوا لنا هاد الفلوس باش نخلصوا الديون اللي علينا وانا مالي كون كانت الناس عندهم واليتس ماشي في البنك ما كان حتى واحد يقدر يقطع لهم هادي حتى هي ذات الثقه ديال الناس باللي خاي خاصك يكون عندك الفلوس ديالك في الكريبتو ما عندهم حتى ما يقدر ياكسي ديال لهم شوف بزاف الاحداث في العالم طرات ما عادش بقى ندير التسلسل ديال هذا الحادث وهذا الحادث وهذا الحادث اخرهم الاحداث اللي كان في كندا ديال الناس اللي خرجت مظاهره واي واحد قال لهم الرئيس اي واحد خرج في مظاهره غادي نبروكيو ليه البنك ماشي غادي نفريزيو هذه الكلمه اللي قال وي غانا فريز هيز بانك اكاونت غادي يفريزيو يعني بحال قلتي يجمدوا ليه الحساب ديالو البنكي وكاين الناس كانت هي دايزه في الشارع باق لبسوا حتى هما تفريزا لهم البنك ما كانش في المظاهر غير وهنا تيقول لك شتي اخا يكون كانوا بالكريبتو ما كانوش يقدروا يديروا لهم هذه اللعبه هذه زعما فريزيو ليه البنك اكاونت وهذا الشيء بالعكس تزيد الثقه وتيبان لك داك الشيء غادي طالع يعني كل ما كيتزادوا المشاكل زيد عليها عاوتاني في الوقيته تاع كورونا امريكان طبعات اخا في الدولار في الوقيته ديال كورونا في العامين اللي فات كثر ما طبعات من تاريخ كانت الامريكان يعني فهمتي التهادي حتى هي ديال شتاش كنقولوا لكم راه ما خاصش تعطي الماكينه للدوله الا عطيتي الماكينه لشي دوله غادي دير فينا اللي بغات يعني وفي الاخر ما يفسروش للمواطن تقول لي علاش القمح غلا يقولش لك السط راه واحد الدوله طبعات يقول لك صافي هذا الشلع طال الله الانفلاسيون سالينا دوز السؤال الموالي ذات سيت برو المهم اخي انا ملي تندوي على الكريبتو انا دويت على التجربه ديالي مع الكريبتو اي دونت سي تنعاوني شي حاجه هادشي مسائل برايفت ما كنصحش اخي الى يومنا هذا انا باقي ملتزم بنفس الهضره ديالي ما كنصحش بالتريدينغ بغيتي ديرو جود لاك فور يو المهم انا الهضره ديالي سيرشو التريدينغ ملي كتقول كلمه تريدينغ كريبتو اتس اوكي المهم ملي تقول كلمه تريدينغ بزاف ديال الناس تيقول خو هادشي شوف هادشي انا تنعيشو انا كنعيشو لاني ديريكت كونتاكت مع الناس خويا سيمو شنو بان لك في التريدينغ فوت خويا سيمو شنو بان لك في التريدينغ عطيت شي ساعه خويا سيمو شنو بان لك في التريدينغ تنولي تنتلاقى مع نفس الشخص خويا سيمو والله الا نصحتيني اخويا وديك 2000 درهم اللي كانت عندي داوها ليا خويا سيمو والله الا كنتي نصحتيني اخويا وقلتي لي لا وديك 5000 درهم اللي كانت عندي داوها ليا خويا سيمو والله الا كنتي نصحتيني قلتي لي التريدينغ لا خويا شنو غادي دير دابا ب 2000 درهم غادي دير بها التريدينغ واش 5000 درهم غادي دير بها التريدينغ جايز اللي كيديروا التريدينغ ديالو بصح
راه ملي كندوي على التريدينغ شحال من واحد تيبقى فيه الحال تيقول لي لا خويا السيمو ما ضربش المهنه كامله راه حنا ناس خدامين ومعقولين. والمشكله انت ملي دويتي انا شافتني امي ما بقاتش كتريسبكتيني وقالت لي واش انت فهاد الربجاج برو رد دفع على راسك اخي وشرح لهم قول لهم كايت راه ما كاينش تريدينغ ب 2000 درهم وما كاينش تريدينغ ب 5000 درهم والتارغيت هو غادي ندير واحد 16% في الشهر. يعني شنو هو غادي يمشي يضرب على 200 درهم غادي يجيب 2000 درهم ويضرب على 200 درهم ما يمكنش. ولكن انا كتخليهم عرضه للنصابه ملي كتخليهم عرضه للنصابه وكنجي انا كنتدخل ما كتبقاش كتفرق ما بين هذا وهذا وملي كنتدخل سيم والله الا حشومه عليك اصاحبي دويتي على التريدينغ وجمعتي الحب والتبن ما يمكنش نوض اخي انت دوي علاش تجي دوي معايا انايا ونضوي هكا طلقت انت لايف طلق لوح فيديو في اليوتيوب خليه ذا رياليتي اوف تريدينغ حقيقه تريدينغ انت واعر على حقاش المره اللي فاتت دويت في التريدينغ جاوا بزاف الناس خويا سيمو او فريمون الناس يقول لي والله خويا سيمو لا انت ونخليك داكشي بالفيديوهات انا خدام ب 400 الف دولار وشحال كندخل برو وحنا باقيين كندوي فيه انت خدام ب 400 الف دولار ما خدامش ب 2000 درهم راه دابا تخليو تخليو نصابه في نصبوا على الدراري باش يجي شي واحد يقول لي كوجي بلا بلا بودكاست غادي تجي رزقو انا حقاش اخي راه انا والله الشباب شرا مرضني تصور صاحبي كتكون تكون مسافر تكون داخل مثلا شي مدينه هاجي مؤخرا عشتها كانت شحال هادي داخل واحد المدينه شدوني البوليس صافا بخير كي داير اخويا سيمو داك 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 دا اشنو بان لك فخونا كو دي كاش كو دي بلا بلا با دو كاش قلت لهم نصاب بحال هكا نصاب ما تربحش حنا ملي كنقول لك فيو كان كاين اكثر من 10000 واحد تيربح ها هما تنجيبو تنصاد وشحال من واحد منهم ما كاينش الصاد ورينا هاد الصاد هذا اللي ربح ما كاينش حتى واحد ما تيربح اوكي دازت المده وما يوريوني داخل عاوتاني مؤخرا خويا السيمو قلتي علينا والله خويا السيمو لا نصب علينا اشنو وراوني كلشي وراوني الكونفرساسيون وراوني وحطوا الفلوس وراوني جايز راه ما يمكنش واش انت ب 5000 درهم تولي مليونير شحال اجي ديرت لك 5000 درهم ديال الطا مليون ديال الدرهم ما يمكنش مليون ديال الدرهم ماشي مليونير خاصك 10 مليون ديال الدرهم ما يمكنش نقول لك شكون اللي كيولي مليونير هو داك الصاط اللي كيدي لك 5000 درهم ديالك ما كاينش ملي كنقول ما كاينش صاط واحد اللي كيدير هاد اللعبه هادي انا ما تنشخصنش ما تنقولش لك هاد الصاط هذا از ا فاكين كونسيبت حنا كندوي على الكونسيبت كامل هاد اللي تيقول لك كدي بلا بلا بودكاست او هاد الصاط المعروف وهذا وهذا هادو كاملين الصاط ما تيديروا والو تيتلك رزقك هادي جمعنا الصاط شي صال دابا نقولوا حنا علاش كتبغي تبغي تحمي هاد البرهوش هذا اللي عنده 2000 درهم اللي عنده 5000 درهم اللي عنده 6000 درهم اللي عنده 10000 درهم كتبغي تحميه ملي كتقول تولي على التريدينغ خايف شنو ندوز صحاب التريدينغ خويا السيمو حشومه صاحبي ضربتي المهنه كامله وكذا وحنا ناس معقول وانا عارفك معقول ولكن نوض دوا صاحبي على حقاش انت ملي ساكت داو الخونا 2000 درهم انت عايش تجي تقول لي يا خويا وانا نتحداك انايا انا راه تحديتهم هما ما تحديتكش نتايا انا عارف من وش الهضره تحديتهم هما تجي تقول لي يا خويا انا نتحداك انا نطلع نوريك جوج المليون ديال الدولار وكنتريد شحال كتجيب في الشهر واش انا دويت معاك انت هو اللي انت واحد من الناس اللي مسببين في هذا الشيء ديال مخليين ان البراش كيمشيو لهم فلوسهم تيجي واحد تيقول لي اخويا اجي نوريك جروب في اي ما كاين لا جروب في ايباد الدراري لا والو ما كاين نو فاكين تريدينغ ما كاين حتى شي حاجه كاين وانت غادي يمشي لك رزقك حلالا طيب ذا جايز دي دونت فاكين كير بنادم وصل لديك الدرجه ديال شي منيره انا ندير العاقه الاخرين ما سوقيش فيهم اصلا عنده 2000 درهم ما جي دير بها والو اجي نديها ليه هذا هو التفكير اللي وصل ليه بنادم جايز نكملوا الموضوع ديالنا دونك بغيتي دير شي حاجه الوقت دونك اخي بغيتي دير شي حاجه غتمشي تعلم عطى الله ما تعلم شي حاجه سكيل شي مهاره نقول لك اخويا سير دير التجاره نتايا كاع علاش ملي كنقول لك اي كوميرس راه ايت ستيل غير التجاره اللي كانوا كيديروا جدودنا وكيديروها واحد الناس اونلاين ما كاين حتى شي فرق ذاتس يعني كنت عندك 1000 درهم 2000 درهم 3000 درهم شي شغل برو ما تقربش للتريدينغ عطيت تيسا الله يرحم لك الوالدين والله راه عرفتي والمشكله هي ما كاينش السيمانات الدراري اللي كنعيشها في هذه البلاد هذه خويا السيمو شنو بان لك في التريدينغ بان لي عطيت تيسا كايصا الصدمه هي دابا كنتلاقى مع بوليس جوندارم فهمتي تيقول لي نصب عليا يا خونا
تنقول له الصاد داي فهمتي، تيقول لك لا راك عارف هادو جيا عط المواطنين الصاد داي. الشعب المغربي ما كيدعيش، الشعب المغربي ما سميتو، اما كنا نسالوا هادشي شحال هادي عمر شي 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 قصص نجاح ديال هاد الشباب هادو اللي دخلوا شي جروب في اي بي مثلا. جمع ليا شي جامعه شي 1000 واحد تفهم ليا وقول لي هادو ربحوا قد قد نو برو، حتى واحد ما كيربح، حنا عارفين شكون هو اللي كيربح. وانا ديجا كنت دويت في هاد الفيلم هذا، الا بغيتي تربح خصك يتروج لدوك الشركات ديال الفوركس وتنتا تولي نصاب، اخر تا تولي نصاب صافي. انا كنت كندير الاشاره لشركه الفوركس، اون فوا فهمت الكونسيبت قلت الصاد راه امبوسيبل، بحال كنت كنبيع واحد الطوموبيله اون فوا عرفتيفو في الطوموبيله ما نبيعهاش. ذاتس ماي ستوري ديال برو، اما يمكنش راه حتى واحد ما تيربح، حتى واحد ما تيربح الصاد. اللي تيربحوا الناس اللي تيربحوا راه تيديروا التريدينغ بعقلو وبالاسس ديالو، تيربحوا واحد البورسونتاج قليل، ماشي كيجيب 2000 درهم وكيتسنى يجيب منها مليون درهم، ما كايناش هاد القضيه هادي غير نسى. ملي كنقول لك كريبتو جايز، انا كنقول لك غير هولدي، انا ما قلت لكش، انا ما قلت لك والو، انا تنقول لك الكونسيبت ديالي انايا، ما قلت لك والو، ما تقربش كاع حتى للكريبتو. انا شخصيا جبت انا ام هولدي، ام هولدي والحمد لله داكشي غادي كيكبر وكيكبر كيكبر، وتنقول من 2025 باقي غادي يزيد يكبر. اي دونت نو، عندك شي حاجه اللي شيطه عليك، وديما كنقول هذه الجمله هذه، عندك شي حاجه اللي شيطه عليك، شيطه عليك يعني، الا دابا طاحت لك من جيبك ما تقلش تبكي عليها وتبدل لك حياتك. اتس اوكي okay. ممكن تكونفيرتيها اي دونت نو، شي 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 عمله انت مامن بها، شي بروجي مامن به. خاي ما بغيتش نقول سميه البروجي، انا كاين واحد البروجي ما نقول سميته، اللي حتى هو عنده كوين ديالو، لي بروجي ديال ستوريج، تياخذوا فيه شي ما عندك كيقسموه على 80 كيفرقوه كدا سميتو، وملي كتبغي تعاودوا يجمعوا ديسونترالايزد كلاود هوستينغ، انا مانفيستي فيهم، انفيستي فيه كميه كبيره بات اتس اوكي فهمتي. ستيل داكشي اللي كميه كبيره غير داكشي اللي الا طاح لا الا داك البروجي غبر لغدا ما نتقلقش، ولكن هادشي از جروين يعني. انت شيطا عليك واحد 4000 كونفيرتي شي بروجي اللي انت مامن به، شي كوين اللي انت مامن به، 1000 درهم 2000 درهم 5000 درهم 100000 درهم مليون درهم، داكشي اللي انت لا طاح ليك اتس اوكي سيمي، ما 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 ما, ما يبقى يا محطوط وراه الانفلاسيون كتاكل. كما قلت الدراري الاي كوميرس، يا ربي يا ربي خلينا نجيو اللايف نفوتو هي ساعه وخايب بخمسة دقائق، مي سجلنا هذا هاد الانستغرام هذا. الدراري كما كنقول الاي كوميرس ديما راه الاي كوميرس راه والو، راه مثلا جينا تنقول لك الدراري الاي كوميرس، الاي كوميرس راه هو التجاره، انا ما بقيتش نقول لك البرودوي تشاينا وداك الشيء نو. الاي كوميرس راه هو التجاره، واحد كان تيبيع الشلابه راه وحق الله ودخل اونلاين حتى يبيع اكثر، واحد كان تيبيع اي حاجه خاصو يدخل اونلاين، راه الاونلاين كيتيح لك اعطيك غير ببساطه، مثلا غادي تكري محل ب 5000 درهم في الشهر، ما بقيتش غادي تكري ديك ال 5000 درهم غادي ديرها اشهار وكتريد شي كثر، لان الا حليتي محل هنا كتبيع هي اللي دايز من تما، ولا شي واحد الا سمع بك تيتمجي عندك، ويعني دوك الناس اللي قرابين لك. ولكن ملي كتحل السيت كتبيع لخونا اللي في طنجه واللي في وجده واللي في العيون، كتبيع من شمال المغرب الى جنوبه، يعني هادو كاملين ديك اليوم، يعني الريتش عندك كثر، ممكن تريد شي ناس كثر، ممكن تبيع للناس كثر. على اخي انا تنصح الناس يدوزوا، تمش لك سد كاع الاوفلاين، خليك الاوفلاين وزيد عليه الاونلاين الا كنت، ولكن الا ما كنتيش ديجا في الاوفلاين يدوز الاونلاين ديالك. واحد الحاجه حتى هي ندوي عليها في هذه القضيه هذه، دابا بزاف ديال الناس تيجي تقول لي اخويا السيمو انا بغيت نبدا وخايف. طبيعه اخي الا بغيتي تبدا تخاف في اي حاجه في اي دومين في اي ستيب بغيتي دير في حياتك، ما كنتيش مزوج باغي تزوج تخاف، كنتي باغي تمشي لشي مدرسه تخاف، كنتي باغي تسافر لشي دوله اخرى تخاف، كنتي باغي تبدا شي حاجه جديده تخاف، كنتي باغي تعلم شي حاجه جديده تخاف. هادشي طبيعي، ما قلتيش شي حاجه جديده غتخلعني انا كون قلتي لي ما خفتش، انا نقول لك انت ماشي انسان طبيعي، انت عايش خايف فواحد الكومفورت زون، فواحد المنطقه ديال الراحه، المنطقه ديال الراحه كاع اللي داير بها هو الفير زون، المنطقه ديال الخوف، اي حاجه بغيتي دير غادي تخاف، راه طبيعي هاد الدراري. انا حقاش هادشي تيجيني بزاف في الميساج، خويا السيمو بغيت نبدا الاي كوميرس ولكن خفت، خويا السيمو بغيت ندير براند ديالي البنات، خويا السيمو بغيت ندير البراند ديالي بحال ديك البنت اللي بانت معاك ولكن قاد، خويا السيمو بغيت ندير هادي ولكن خفت. برو
وحده تدوي معايا ملكه جمال المغرب، مش المغرب، المهم بزاف ديال الدول العرب ولا شي حاجه. خويا سيمو بغيت ندير براند ديالي ولكن خفت. شوف من لتحت للفوق كلشي كيخاف، هادشي طبيعي على حقيقه تستفير زون اللي من وراه هي اللورنينغ زون، هي منطقه التعلم. راه ولا بغيت خاصك ديباسي، هي كنقول لك دخل لو بغيتي الايكوميرس simulife.com/ecom خاصك تمشي تبدا عاد من وراها تجي الكرو زون. كاين بحال هكا انت دابا عايش فواحد الكونفورت زون اللي بعد منها الفير زون، منطقه ديال الرعب، وتدخل عليا من وراها اللورنينغ زون كدوز تتعلم. تما كتبدا كتعلم وكتلاقي المشاكل، وهادي مصدقات هادي ما صدقاش. من وراها كتجي الكروت زون، منطقه النمو. ديك الساعه هي فاش كتبدا، تما فين كتبدا كتحرك وكتانسبيرا ويجيوك افكار، ندير هادي ما نديرش هادي، عيش تما الصاد. ولكن راه خصك تخرج، هي اللي كنقول لك انا، تنقول لك انا تنبغي نخرجك لديك اللورنينغ زون، انا ما قادرش نوصلك لديك الكروت زون، ولكن انت اللي غادي توصل لراسك. ولكن انا قادر تنقول لك انا عيد عاوني، راه مخلوع انت عادي، راه عادي تكون مخلوع. بليز جو يلا معانا، خرج لي على ديك منطقه الراحه ديالك، وجي دوز من ديك المنطقه ديال الخوف، ويلا معايا المنطقه ديال التعلم، بدا تتعلم. ورايت نوت اباوت اي كوميرس، راه اي كوميرس اللي كنحاول نخرجك من ديك الدوامه. اما على قلش الاي كوميرس مزيان تعلم الاي كوميرس، شي حاجه مزيانه، ولكن راه ماشي كلشي غادي يدير الاي كوميرس، ولكن يقدر تكون البديل ديالك هي من الاي كوميرس. في الاخر غادي دير داكشي اللي كيعجبك، ولكن باش انت تعرف داكشي اللي كيعجبك ما يمكنش تعرف داكشي اللي كيعجبك. شحال واحد يقول لي خويا سيمو انا باغي ندير شي حاجه اللي كتعجبني ولكن ما عرفتش شنو اللي كيعجبني. كادي دير تعرف داكشي اللي كيعجبك، تبدا تجرب الصاد. انا جربت الديفلوبمون عجبني، خديت منه شويه، جربت الكوبي رايتينغ عجبني بزاف، خديت منه بزاف، جربت الانترنت ماركتينغ عجبني بزاف، جربت نلعب كره ما عجبتنيش. انت عجباتك كره مزيان، كل واحد اش كيعجبو الحمد لله ان الله فرق العقول. ولكن راه ما تحاولش تصنع ليا من نفس المواطن 30 مليون كوبي، راه ما يمكنش. الحمد لله ان احنا مختلفين. جرب الطياب يقدر يعجبك الطياب، جرب كره، راه الناس داروا الملاير من الكره اللي ما درتهمش انايا، الناس داروا الملاير من الموسيقى اللي ما درتهمش انايا، والحمد لله ان عندنا مثال مغربي ديال ريدوان. الناس داروا الملاير من الغناء، الناس داروا الملاير من الكره، الناس داروا الملاير من اي حاجه من الديفلوبمون، الناس داروا الملاير. انت غير لقى داكشي اللي كيعجبك، ما تحاولش تكون كوبي. انا راني تنقول لك الاي كوميرس هو حنا يوكان راه فلسفه اكثر من هي شركه. حنا راه يو كان از فيلوزوفي از نوت ا كامباني. حنا من النهار الاول المغرب واحد السوق صغير، دابا مصر هي الاولى، الجزائر هي الثانيه، المغرب هو الثالث، عما قريب يولي ان شاء الله باذن الله المغرب هو العاشر ولا العشرين. على حقاش تستي واحد الماركت صغير، الدول الاخرين بالزربه تيجيو تيفوتوا مزيان. حنا فلسفه تتقول 30 مليون واحد تندوي معاهم بالدارجه بحالنا بحالهم، ممكن نحركوهم يمشيو يخدموا في دول اخرى، ممكن من هنا يديروا العجب، والحمد لله الفلوس كتدخل لهاد البلاد هادي، وهكا ممكن تحرك هاد البلاد هادي، وهكا ممكن تلقى انت الوضعيه تحسنات والبلاد تحسنات. يعني ملي كنقول لك الاي كوميرس هو اي بليزير، خرج ليا من ديك الكونفورت زون ديالك، بدا في اللورنينغ زون، بدا كتعلم شي حاجه جديده. يقدر تكون كتعلم الاي كوميرس وانت ديفلوبر، تقول بان ليا اخاي من ورا ما كنت سميتو نديفلوبي شي سوليسيون، مبروك عليك اخاي. يقدر تكون انت عندك مع الطياب بحال السيده اللي كتبيع على البسطيله اللي كنا وريناكم، وغادي تجي عندنا ان شاء الله السيمانه هذه. السيده كتبيع على البسطيله اونلاين، انتي عندك مع انتي ولا انت لاقيتي الدري كيطيب، تطيب شي حاجه كدا، دوز جرب الاي كوميرس هي باش تكتشف واحد الحاجه اللي ممكن تزيد على داكشي اللي كدير. هي كتبيع البسطيله دابا في المغرب كامل، از بيتر. السيد اللي كنا جبنا عندنا اليوكان هنا كيبيع الحلوه، غريبه شباكيه، هذاك الصاط داكشي اللي كدير الوالده ديالو، دوز هاد ليه اونلاين الاي كوميرس وهو خدام. تنقول لك شوف هي داكشي اللي كيعجبك انت، داكشي اللي كيعجبك انت، وباش تلقى داكشي اللي كيعجبك خصك تجرب وزيد شويه الاي كوميرس. على حقاش اللي درتي في هذا الزمن هذا يزيد عليه الانترنت ماركتينغ وزيد عليه الاي كوميرس، ما غاديش تضعف هذ الجوج هذ. ولكن انت كتعلم جوج ديال المهارات اخي، ننصحك تعلمهم. ماركتينغ انا مزاوق ماركتينغ، بليز ماركتينغ از فيري امبورطانت. كون اللي بغيتي تكون، كون لعبت الكره تعرف تماركتي راسك، كون باش تمشي اي دونت نو دفع شي سي في، اتس بيتر تكون ماركتر. ديفلوبر مزيان تكون ماركتر، تعرف تبريزونتي راسك، تعرف بزاف ديال الحوايج، تعلم الماركتينغ غادي يفيدك.
كوبي رايتينغ شي حاجه لو بغيتي تزيدها نتايا هادشي بلا ما ندوك على بابليك سبيكينغ كيفاش تدوك قدام الناس كيفاش تدوك قدام الكاميرا ولا حتى هي مهمه في هذا الزمن هذا ما تخافش من الكاميرا على حق شوف راه وحق الرب الا كان كنشوف ناس واشي تعرفوه الصحافه مثلا انت الصحافه كيمشيو تيكتبوا على شي سبيطار هذا السبيطار دعيين كينوض مدير ديال السبيطار تيقول له ما عادش ما هاد الهضره اللي قلتو خاويه شي يقولوا ليه اجي اخاي عندك حق الرد اش كيديروا ليه شعل الكاميرا شوف نهار كتشوف شي واحد في التلفاز وكتقول ويلا هذا ما عرف حتى يدوي راه ماشي هو ما عرفش يدوي راه وحق الرب ويتلاقى معاك في الشارع تيدقدقك ولكن وحق الله وتشعل ليه اللايتين وتطلق له الكاميرا وتقول ليه دوي وبالرب لا ركب جمله مفيده كنقسم لك بالله لا ركب جمله مفيده وهادشي تيستغلو تيقول ليه واخا شريف ما عجبتكش الهضره اللي قلنا على السبيطار واخا ماشي مشكل حق الرب تشعل ليه الكاميرا شريف دوي السلام عليكم وتقول ويلا هذا خونا قال قاري وسميتو ما عرف حتى يدوي نوصل هذاك الصاد قاري وعارف يدوي ولا ريح شي ما فقه هو يجي دقدق وراسه عامر ولكن اون فوا جيت شعل اللايتينغ وجيت تطلق له هي لايف وحق الله لجمع جمله مفيده بالرب لا كونها وراني نقسم لك بالله على حق شي شحال من مره كندير شي واحد يو جايز كدا تلقى خونا اللي كان كيطير دار بحال هكا جمع يدي ولا بحال شي بطه وزقع شنو اللي مالك اجي نعاودو السطور ولا طبيعي عادي جايز هادو شي مهارات اخي الا بغيتي تعلمهم نافعين لهذا الزمن هذا ولا الزمن الجاي على بغيتي تعبري على راسك في اي دونت نو المهم شوف انا اللي نقول لك اخي تبغي تعلم الماركتينغ على حقاش دابا تندوي على المتغيرات وشنو غادي يطرا في الفيوتشر انت تكون ريدي كتقرا والقرايه اخي شي حاجه ما عنديش المغربي معاها ولكن خاصك تقرا جايز كنظن ولكن واخا ما نظنش المهم نزيد واحد جوج دقائق لان انستغرام ضربات لي وحده وباقي واللايفات الدراري الجايين نحاولوا نديروا فيهم نص ساعه 45 دقيقه ماكسيموم اللي دوينا عليها هي بغيتي تبدا ولكن خايف اتس نورمال شرحت على ان راه طبيعي انك تكون خايف بدا الصاد كما قلت لك راه خاص تدوز من ديك اللورنينغ زون المرحله ديال التعلم اتس اوكي بديتي بعدا كتخرجنا من ديك الفير زون وان شاء الله توصل للجرو زون وغادي توصلها المهم هو ما توقفش اجي شي واحد يقول لك اخويا انا كنت غادي وانا نوقف برو ما كاينش هنا توقف الوقفه هي نهايه هي ماشي النهايه ديالك هي الفشل ديالك ما يمكنش تقول فشلتي الا لو وقفتي ما تخافش من التغيير الصاد حنا تنعيشوا واحد العالم ديال التغيير جايز طلعوا لي فراسكم تبارك الله عليكم كنعيشوا واحد العالم ديال التغيير دابا التغيير شي حاجه نورمال انت خاص تعيش في المتغيرات هذه اللي كتسمع دابا كاملين بيريدي مزيان تسمعهم مزيان تكون موجد ليهم فهمتي وين يو هاف ا بلان واخا يكون عندك بلان عيان احسن من ما يكونش عندك بلان لان ملي كيكونش عندك شي بلان كتكون ما برو ما كاين والو جايز طلعوا لي فراسكم التوفيق ليكم بارك الله عليكم بالتوفيق ليكم.